بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الناس وبيت كل الأهلوية. الحقيقة النهاردة فرحة كبيرة جدا لكل المصريين. النهاردة كلنا كنا فرحانين، كلنا كنا مبسوطين، كلنا كنا فخورين بمنتخبنا الوطني، منتخبنا القومي للهاندبول النهاردة أو لكرة اليد. حاجة تفرح وحاجة جميلة جدا جدا لما تقعد تتفرج على هذا المنتخب، تعرف قد ايه ان احنا كمصريين بدون تجنيس بدون اي شيء اخر نستطيع ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه. المنتخب ده تم تكوينه من 3 سنوات او من اقل شوية، ولكن كل البطولات اللي لعب فيها منتخبنا القومي لكرة اليد حقيقة عمل حاجات رائعة جدا جدا. كل اللاعبين اللي متواجدين جهاز فني رائع، لاعبين على أعلى مستوى بيلعبوا في أندية كبيرة، كل الناس اللي متواجدة بيلعبوا في أندية كبيرة، 9 محترفين أو 10 محترفين الحقيقة بيلعبوا في أكبر الأندية الأوروبية، لهم دور كبير جدا جدا فيما وصل إليه شكل منتخبنا القومي لكرة اليد. الحقيقة الأبطال اللي حضراتكم شايفينهم، طبعا في بعض اللاعبين بيلعبوا في الأهلي وبعض اللاعبين بيلعبوا في الزمالك وفي بقية الأندية الأخرى، ولكن في النهاية كل اللاعبين بيلعبوا باسم مصر. اللي حضراتكم شايفينه ده هو منتخب مصر لكرة اليد وفوزه اليوم على المنتخب الألماني. بالمناسبة أنا كنت قاعد مع كابتن خالد العوضي وكنت بكلم عن هذا الأمر، وقال لي إن إحنا قبل البطولة بحوالي شوية كنا بلعب منتخب ألمانيا وخسرنا منه بهدفين، ولكن منتخبنا الوطني لكرة اليد قادر على إن هو يقدر يعمل معجزات ويقدر يعمل زي ما حضراتكم شايفين. أنت بتقول معجزة يا عم إسلام؟ أيوة، هي معجزة إن أنت تفوز على المنتخب الألماني وتتأهل لأول مرة في التاريخ منتخب عربي يتأهل للدور قبل النهائي في كرة اليد، وربنا يكرمنا كمان لأنه دلوقتي الطموحات زادت الحقيقة. كل الناس تنتظر ماذا سيفعل منتخب كرة اليد إن شاء الله يوم الخميس القادم أمام المنتخب الأسباني، واحد من أقوى المنتخب الفرنسي، أنا آسف، واحد من أقوى المنتخبات اللي بتلعب في الأولمبيات السنة دي. المنتخب الفرنسي برضو في آخر بطولة لينا أو آخر مباراة لعبنا ضد منتخب فرنسا اتغلبنا تقريبا برضو بفرق هدف أو هدفين في الدقائق الأخيرة، ولكن منتخبنا عندنا ثقة كبيرة جدا جدا في كل هؤلاء اللاعبين، عندنا في يعني ثقة كبيرة جدا جدا في المدير الفني شبيه أمير توفيق، يعني أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي شبه جدا باروندو المدير الفني الأسباني الكبير الحقيقة. وقبل برضو ما نتكلم عايز أتكلم عن المدير الفني الأسباني، هو مدير فني رائع جدا، وبالمناسبة المدير الفني الأسباني ده أول ما جه وتعاقد معاه الاتحاد المصري لكرة اليد في ذلك الوقت كان عليه هجوم شديد جدا جدا جدا، ولكن هذا الرجل الحقيقة استطاع مع منتخبنا الوطني لكرة اليد ان هو يصل به لأعلى مستوى. كيفية انتقائه للاعبين للمنتخب، كيفية دراسته للفرق اللي بيلعب ضدها، كيفية ان هو بيعمل الخطط اللي امام الفريق بكل مباراة بشكل وبطريقة مختلفة، لانه عنده مجموعة لعيبة يقدر يستخدمهم في كل الملعب وفي كل الاشكال. الحقيقة منتخب رائع جدا الحقيقة. النهاردة كل مصر، اعتقد ان كل مصر او معظم مصر كانت قاعدة بتتفرج على منتخب الهاندبول. وبرضو خدوا بال حضراتكم، النهاردة كانت في هذه المباراة المعلق الجزائري الحقيقة الأستاذ حميد لبراوي هو خد كل قلوب المصريين، كل المصريين اتكلمت طبعا على المنتخب وقد ايه المنتخب الوطني عامل شكل رائع جدا، ولكن التعليق الجزائري من الكابتن حميد حاجة كانت رائعة جدا 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 وخطفت قلوب كل المصريين. شفنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي قد ايه الناس مبسوطة بهذه الروح الوطنية وهذه الروح الكبيرة جدا ما بين كل العرب. الراجل الحقيقة وهو بيعلق كان تحس ان هو مصري، تحس ان هو واحد من المصريين اللي بيحبوا هذا البلد وبيحبوا الوطن العربي بالكامل. فالحقيقة حاجة كانت رائعة جدا جدا في التعليق اليوم.